رئيس سعد الحريري الذين كانوا معه خلال جولته. إذا الرئيس سعد الحريري ينزل في هذه الأثناء إلى أرض مطار رفيق الحريري الدولي، وكما يعني هنالك الحرس، حرس الحكومي ينتظر الرئيس الحريري ويستقبله بالإضافة إلى مرافقيه بطبيعة الحال وموظفين في السراي والإعلاميين التابعين لبيت الوسط والسراي أيضا متواجدين هنا. إذا يعني يرحب وهو يصافح الصحفيين عن بعد، ولكن يبدو أنه يفضل كما كان قد أشار سابقا عدم الحديث الآن، وسيتحدث أمام الجموع غدا، وسنعرف تباعا الوجهة التي ينتظرها الجميع، وجهة السياسة اللبنانية التي يقول الجميع